بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من سلسلة دروس الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم قسمة مضاعفات العشرة والمئة والألف. قسمة مضاعفات العشرة والمئة والألف. معد الدرس الأستاذ عبد الله الكثيري، مقدم الدرس أستاذ عمر مسلم. لنبدأ سويا لتسهيل عملية قسمة مضاعفات الأعداد عشرة ومئة وألف. نستعمل أنماط القسمة. الطريقة الأولى باستعمال نمط الضرب. أوجد ناتج 900 تقسيم 3. نأخذ النمط الحل. الأصل إن عندي أنا أعرف إن 3 ضرب 3 = 9. راح نستعمل نمط الضرب. 9 هذه طلعت من 3 ضرب 3، ف3 ضرب 3 = 9، صحيح؟ طيب أجل معنى كذا إن 9 تقسيم 3 = 3. 9 تقسيم 3 = 3. هذا يؤدي لأن 9 لو قسمناها النمط أو الحقيقة المترابطة من 3 ضرب 3 = 9 إن 9 تقسيم 3 = 3. الخطوة اللي بعدها الآن راح أخليها 90، أقول 3 ضرب 30 = 90. الحقيقة المترادفة المترابطة معها إن 90 تقسيم 3 = 30. 90 لو قسمتها على 3 = 30. ايضا راح اخليها الان كم 300، راح اضرب 3 ضرب 300، 3 ضرب 300 = 900. الحقيقه المترابطه معها مع عمليه الضرب هذه هي القسمه 900 تقسيم 3 = 300 اللي هي المطلوب، ان 900 تقسيم 3 = 300. 900 تقسيم 3 = 300 من حقيقة الضرب الموجودة هنا. فإحنا طلعنا الجواب باستعمال نمط الضرب. نمط ليش؟ الضرب. هذه الطريقة الأولى. إذن 900 تقسيم 3 قلنا كم؟ 300. تدريب. مدرسة ابتدائية لها مدرسة ابتدائية لها مدخلين. إذا دخل المدرسة 800 طالب. عدد الطلاب داخل المدرسة الآن اللي دخلوا 800 طالب، عبر المدخلين بالتساوي، يعني هذا 800 طالب دخلوا من المدخلين كلهم بالتساوي، اللي دخل من المدخل الأول العدد عدد الطلاب اللي دخلوا من المدخل الأول يساوي عدد الطلاب اللي دخلوا من المدخل الثاني. فكم طالب دخل مع كل مدخل؟ راح استعمل أنماط الضرب. فببدأ الآن عندي مدخلين، معنى كذا أنا أعرف إن 2 ضرب 4 = 8. 2 ضرب 8 هذه كيف أطلعها؟ 2 ضرب 4. هذا حقيقة القسمة المترادفة أو المترابطة مع هذه إن 8 تقسيم 2 = 4. 8 تقسيم 2 = 4. هذه حقيقة القسمة المترابطة مع هذا الضرب النمط. طيب نبدأ الآن، ما راح أقول 2 ضرب 4، راح أقول 2 ضرب 40. طيب 2 ضرب 40 = 80. الحقيقة المترادفة معها والمترابطة معها إن 80 تقسيم 2 = 40. 80 تقسيم 2 = 40. الآن ما راح أقول 40، راح أقول 400. فاثنين ضرب 400 = 800. والحقيقة المترادفة معها إن 800 إذا قسمتها على 2 = 400، وهذا هو المطلوب. راح أقسم 800 تقسيم 2 = 400. أجل كل مدخل دخل منه 400 طالب. كل مدخل دخل منه 400 طالب. هذه أنماط الضرب اللي أبدأ أطلع من جدول الضرب عددين، إذا ضربتهم مع بعض يطلع الرقم هذا بدون أصفار. الرقم هنا بدون أصفار. الرقم هنا كم؟ 8. أجل عددين نضربهم بعض يطلع 8، هي 2 في 4.
او 4 في 2. طيب ابى اطلع حقيقه الضرب، حقيقه قسمه من نمط الضرب هذا، ان قلنا دائما الناتج تقسيم العامل هذا يساوي هذا، يعني 8 تقسيم 2 يساوي 4، او 8 تقسيم 4 يساوي 2. بس انا ابغى الجواب ان دائما مدخلين، يعني هقسم على 2 ما راح اقسم على 4، لان قال لي مدخلين ما قال 4 مداخل، فدائما بقسم 8 تقسيم 2 8 تقسيم 2. فببدا الان 8 تقسيم 2 يساوي 4، ثم ما راح اضرب في 4، ابدا النمط كل مره اضرب في مضاعفات العشرة او قوى العشرة، واضرب 10 40 بعدين في 100 في 400 بعدين في 4000 وهكذا لين ما اصل الى الجواب هذا. هنا الجواب كم؟ 400 800، فبضرب لين ما اصل الى المئات. فقلنا هنا 2 ضرب 40 يساوي 80، و80 تقسم 2 يساوي 40. ثم انا بجي اقول 2 ضرب 400، لان هنا الجواب اللي عدد الطلاب اللي يدخلوا في المئات، فاقول 2 ضرب 400 يساوي 800. فحقيقة القسمة المترابطة معها إن 800 تقسيم الاثنين تساوي كم؟ 400. فبالتالي هنا لو قسمنا 800 تقسيم مدخلين يصير كل مدخل دخل معه كم طالب؟ كل مدخل دخل معه 400 طالب. الطريقة الثانية باستعمال حقائق القسمة الأساسية. المرة راحت كنا نستخدم حقائق الضرب، الآن راح نجاوب، نحن نجري عملية القسمة للمضاعفات العشرة والمئة والألف عن طريق الإيش؟ حقائق القسمة الأساسية. أوجد ناتج 2400 تقسيم 6، راح نستخدمها بحقيقة القسمة. إيش حقيقة القسمة هنا؟ انسى الأصفار، صار عندي 24 تقسيم 6 فقط، هذه حقيقة القسمة. حقيقة القسمة 24 تقسيم 6، هذه الحقيقة الأساسية للقسمة، 24 تقسيم 6. 24 تقسيم 6 كم تساوي؟ تساوي كم قلنا؟ 4. ما راح نقول الآن 24 تقسيم 6، راح نقول 240، حط صفر. إذا حطينا صفر في المقسوم أدى الجواب في النهاية لازم يكون فيه صفر، فبالتالي يصير 240 تقسيم 6 يساوي 40. هنا 24 تقسيم 6 يساوي 4، يساوي كم؟ 4. أما 240 تقسيم 6 يساوي 40، زود صفر مرة ثانية يعني اضرب في 10، فصير 2400 تقسيم 6 يساوي 400. 2400 تقسيم 6 يساوي 400. فالآن احنا طلعنا الجواب عن طريق حقائق الحقيقة الأساسية للقسمة. إذن 2400 تقسيم 6 يساوي كم؟ 400، باستعمال حقيقة القسمة. أكمل تدريب، أكمل كل من الأنماط الآتية. 35 تقسيم 5، أكيد الجواب 7، هذه بسيطة. طيب 350 تقسيم 5، احنا ضربنا هنا في 10 نضرب الجواب في 10، فتصير 350 تقسيم 5، اجل الجواب يصير 70. نشوف هنا صفر، اضفنا هنا صفر، اضفنا ايضا هنا صفر في الجواب. طيب لو اضفنا صفرين 3500 تقسيم 5 يطلع الجواب 700. يطلع الجواب كم؟ 700. اوجد ناتج القسمة باستعمال الأنماط، باستعمال ليش؟ الأنماط. فببدأ الآن 3600 تقسيم 6، أبدأ أول شيء بنمط القسمة. عندي حقيقة القسمة إن 36 تقسيم 6، 36 تقسيم 6 هي كام الجواب؟ 6. طيب أضف صفر الآن أو صفر واحد، فبيصير هنا 360 تقسيم 6 يساوي 60. أضف صفر ثاني 3600 اللي هو نفس الرقم تقسيم 6، أضف هنا صفر صفر بدل 60 صفر 600، صفر الجواب كم؟ 600. الآن استخدمنا نمط القسمة، نمط القسمة. السؤال الآن يقول ما حقيقة القسمة التي تساعدك في إيجاد ناتج
7200 تقسيم 9. لو نلاحظ ان 7200 تقسيم 9 الحقيقة الأساسية للقسمة هي 72 تقسيم 9. 72 تقسيم 9. إذا أنا الحقيقة هذه هي اللي تساعدني، بعدين بضيف صفر وأضيف صفر مرة ثانية يطلع معي الجواب. فحقيقة الأساسية التي تساعدني في إيجاد ناتج القسمة هذه اللي هي 7200 هي 72 تقسيم 9 فقط. 72 تقسيم 9. سؤال آخر. أراد تاجر أن يوزع مبلغ 1200 ريال على 6 أسر محتاجة بالتساوي. يوم يقول بالتساوي يعني قسمة، القسمة هي اللي تعطيني التقسيم بالتساوي. كم نصيب كل أسرة؟ مش بسوي عندي 1200 وعندي 6 أسر محتاجة، يعني ممتاز أقسم 1200 تقسيم 6. 1200 تقسيم كم؟ 6. هذا هو السؤال. طيب الآن 1200 تقسيم 6 حقيقة القسمة إيش هي؟ وبل 1200 كلها الحقيقة القسمة راح أقسم 12 تقسيم 6 فقط. 12 تقسيم 6. 12 تقسيم 6 كم؟ 2. ونزل الصفرين الآن، الصفرين تنزل، بس هذا اللي بيصير. يعني ما قسمت 1200 كلها، أنا قسمت 12 تقسيم 2. تقول لي 12 تقسيم 6، لما أسألك أقول 12 تقسيم 6 بتقول لي كم؟ 2، لأن 2 في 6 ب 12. الآن نزل الأصفار، بدل ما تقول 2 قول 200، لأن عندي صفرين هنا ما تقسمت تنزل. فصير عندي 12 تقسيم 2 ب 6، 12 تقسيم 6 ب 2 وتنزل الأصفار تصير 200. قسمنا عن طريق حقيقة ليش؟ حقيقة القسمة. إذا نصيب كل أسرة كم ريال؟ 200 ريال. كل أسرة لو كان معك 1200 ريال تبي تقسمها على 6 أسر، كل أسرة راح تعطيها 200 ريال. يقول بدون إجراء عملية القسمة أيهما ناتج قسمته أكبر؟ هل إذا قسمت 24000 تقسيم 6 أو إني قسمت 24000 تقسيم 8؟ مين الأكثر؟ أيهما ناتج القسمة راح يصير كبير؟ هل يوم أقسم 24000 تقسيم 6 ولا 24000 تقسيم 8؟ واضح أن حقيقة القسمة هي 24 في الأولى هنا، حقيقة القسمة 24 تقسيم 6. 24 تقسيم 6 كم؟ 4. وهنا 24 تقسيم 8 كم؟ 3. صح؟ فبالتالي الأربعة أكبر من 3. أروح أكمل حقائق القسمة اللي بتصير 4000 أكبر من 3000. نشوف كيف نحلها. الآن حقيقة الضرب 24 تقسيم 6 يساوي 4. أضيف الأصفار الآن، راح أضيف الأصفار، أضيف الأصفار. إذا أضفت الأصفار بيصير عندك 4000. ال 24 تقسيم 6 ب 4000، أضفنا أصفار فقط. إذا أضفنا أصفار للعملية الثانية اللي هي 24 تقسيم 8 يساوي 3، أضف الأصفار. إذا أضفت الأصفار بيصير 24000 تقسيم 8 يساوي 3000. طيب مين الأكبر ناتجها؟ 4000 ولا 3000؟ فعلا 4000 أكبر. فإذا قسمت 24 تقسيم 24000 تقسيم 6 الناتج راح يكون أكبر من تقسيم 24 تقسيم 8. احنا طلعنا من البداية لو تلاحظ هنا الأربعة أكبر من الثمانية، فبالتالي يصير عندنا أكيد 4000 أكبر من 3000. إذا قسمت 24000 على 6 الجواب راح يصير أكبر من إذا قسمت 24 تقسيم 8. الخلاصة أنماط القسمة تسهل عملية قسمة مضاعفات العشرة والمئة والألف. أنماط القسمة
أبدأ أقسم بحقيقة القسمة، ثم أضف ليش؟ أبدأ بإضافة الأصغر. هذه تسهل عملية القسمة على مضاعفات العشرة ومضاعفات المئة ومضاعفات الألف. طيب، عند قسمة مضاعفات العشرة أو المئة والألف، نقسم العدد على العدد، حقيقة القسمة نقسمها العدد على العدد، ثم نضع الأصفار، ثم نضع الأصفار، ثم نقوم بإضافة الأصفار. في البداية نقسم حقيقة القسمة فقط، ثم نقوم بإضافة الأصفار، نضع الأصفار المتبقية، يطلع الجواب مثل السؤال اللي كان 24 ألف تقسيم 4، قسمنا 24 تقسيم 4، الجواب كم؟ 6. أضفنا الأصفار بعدين، أو 24 ألف تقسيم 6 طلع الجواب 4، وأضفنا الأصفار طلع 4000. فهذه هي خلاصة درسنا لهذا اليوم. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم.